حتى في التمثيل انه يكون سهل، اسهل بكثير من انك تقوم بعمل وقت اخر. يعني بو انا اشاك فوا كنت ندير دقيوس ومقيوس اون باغاليل، يعني كنت ندير افلام ولا مسلسلات ولا حاجات اخرى، ادوار اخرى. مي نو نو سهل اون فوا عندك لو بيرسوناج في الديبي صاي. مي لو بلو دور من بعد كيفاش تكتب، كيفاش تعاود تحط هذه الشخصيه في مواقف جديده مضحكه، ولازم يكون متعود على الجمهور نسبيا، لانه ما تقدرش تخرج شخصيه دقيوس ومقيوس من الجو تاعها، من الاسباس تاعها، من الفضاء تاعها. الشراكه بينك وبين نسيم حدوش ككتاب، واكيد انه العمل من تاليفكم بشراكه، احكي لنا عنه اكثر. نسيم هو صديق، اكثر من صديق، اخ. الشراكه اللي بيناتنا هذا العام كتبنا دقيوس ومقيوس، هذا العام كتب معنا زميلنا اللي مثل ثاني في هذا السيزون اللي هو محمد بن داود، كتب معنا لا كاتريام سيزون ويمثل معنا. نسيم صار كما قلت لك زميل اخ، نتعرفوا حوالي 10 سنين وحنا نخدموا كيف كيف، فبالتالي نون سيلمون كاين انسجام بيناتنا في العمل، نون سيلمون عندنا لي ميم فيزيون، عندنا نفس الرؤى الفنيه اللي نتقاسموها، مي اوسي كان صداقه، كان محبه، كان احترام. بنيها لأننا نتمنى لكم التوفيق، وبنفس الوقت إذا عندك أي رسالة بتحب توجهها لجمهور الشروق. أنا أقول لكم صحة رمضانكم، إن شاء الله العام هذا يكون خدمة العوام اللي جازوا. نحيي جمهور الشروق، الناس كامل اللي راهي تشوف فينا، نقول لكم راح يكونوا بزاف مفاجآت في دقيوس ومقيوس، إن شاء الله راح نحقق لكم الفرجة والضحك، لأنه الناس تستنى من دقيوس ومقيوس الضحك والفرجة، والناس في رمضان سيطقوس. تحكي على طقوس، طقوس انه لازم تفطر وتشوف الضحك وكذا، جينورمال كاين دائما رسائل، كاين دائما، لانه ما تقدرش دير الكوميديا فقط، لازم يكونوا رسائل، لازم المجتمع ولا اللي يكون يشوف العمل يشوف روحه، يشوف الجزائريته فيه، يشوف المحيط تاعه في العمل تاعك، دونك ان شاء الله يعجبهم.